مدام ياتي. ممكن حضرتك تركزي معايا شويه؟ هاي بليز بليز، مهم جدا ان احنا نعرف بنتعامل ازاي مع السفره. الطبق ده بيبقى فوق الطبق ده، والفوطه مدام بتبقى على رجلينا بالشكل ده. انا كنت فاكراها بتتعمل عشان حاجه تانية. بليز مدام، ما بلاش مدام دي، قولي حاجة تانية. حاضر يا حاجة. ايوه الله يخليك، كتر خيرك يا ابني. احنا بيبقى قدامنا هنا في سكينتين، وقدامنا على ايدنا الشمال بيبقى في شوكتين، في طبعا بيبقى معلقة للصوب، والطبق ده عادة ما بيتاكلش فيه اي حاجة. طب ويا لازمته ايه بقى ده؟ ده كفر. كفر؟ لا قدر الله، كفر ليه؟ كفر يا حاجة علشان لما يجي المين كورس، قصدي الطبق الرئيسي، بيتشال. طب وانا ازاي يا ابني هقعد اغسل كل الاطباق دي؟ ايه وجع الدماغ ده يا جعفر؟ معلش يا حاجة بقى، انا اجي اغسلهم لك. احنا هنبدأ دلوقتي بالسوب. لا انا عايز الشوربة الاول، الشوربة الاول اللي بتنزل، مش كده يا هبة؟ ايوه يا ماما صح، بس الشوربة هي السوب. ايوه يا حاجة، الشوربة هي السوب والسوب هي الشوربة. أصل أنا كنت نفسي أشرب شوربة كوارع. أو ماي ماين! حاجة إحنا هنشربها مش هنطبخها. يا ابني أنا قلت يعني أقول لك يعني شوربة الكوارع بتتعمل إزاي؟ دلوقتي حضرتك هتوريني إزاي هتشرب الشوربة. بليز؟ دي أسهل حاجة يعني. اتفضلي مدام. وتحط حبة كمان. بص بقى، حاجة ايه رأيك؟ بليز، الشوربة بتتشرب بالإيد مش بالرجل. هي الفوضى بقى بتتعمل عشان كده، خد قرفت. الأكل المرة دي طعمه أحلى بكتير جدا، ليه طعمه مختلف. ثانك يو. يعني إيه؟ يعني الواحد لما بيجتهد ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل حاجة قدامه حلوة. طب وليه ما تقولش علشان بقالنا كتير قوي ما كناش مع بعض؟ إحنا بعد كده هنبقى مع بعض في كل حاجة يا هديل، وما تبقيش بقى مضطرية تجري ورايا باللابتوب وتشوفيني فين، لأن ربنا هيبقى معايا في كل حتة. ساعديني ان انا اقرب من ربنا. لازم تبقى انت اللي عايز تساعد نفسك الاول، لان اخطائك كتير. انا بغلط زي اي بني ادم بيغلط، بس مفيش ولا مره من غلطاتي دي كان فيها خيانتك. الغلط مفيش اسهل منه، وكان قدامي كتير. كان ممكن اتجوز، كان ممكن اتجوز عرفي زي محسن صاحبي، بس ما قدرتش لاني بحبك. وانا كمان بحبك، يمكن ده اللي مخلينا متمسكين ببعض. ربنا يديم علينا نعمة يا حبيبتي. بص انا شبعت، انا هقوم اغسل ايدي قبل البرنامج ما يبتدي. مساء الخير. ايه سرحان فيه يا استاذ؟ اما كنت سرحان اياك انت مره تقطع حبل افكاري. طب بذمتك كده واحد زيك يكون سرحان في ايه يا ربي؟ مفيش دعوه. طب قول يمكن اساعدك في سرحانك. انت تساعديني؟ هز ولد. طب جار؟ لا بص، اللي هعوزك فيه جار؟ اللي عاوزك فيه هتعمليه النهارده بعد الحلقه، بس انت هتاخدي اوردر، يعني مش هاخد رايك ها، وتنفذي وانت مكتومه. بس هو انت ايه اللي مخليك بالحاله دي النهارده يعني؟ مفيش دعوه. طب بقول لك ايه؟ اديني الموضوع اللي هتتكلم فيه في حلقه النهارده، اظن ده شغلي بقى ومن حقي. حقك، بس انا لسه ما وصلتش لحاجه، عمال افكر. فكر. طب خد اقرا المجله دي.
دي مجله جديده بتاعت بنات عاملينها. شوف اخر مقال واقرا كويس لانه ممكن ينفع موضوع مهم جدا في الحلقه. اطلعي بره. اي كلام كاتب اي كلام، وقت بتضيعه على الفاضي والله. انت ده اشتغل من غيري على فكره. انا مطمنه يا جماعه بجد، المجله ابتدت تسمع كويس قوي. لا لا مش حاسه كده خالص. ليه بتقولي كده يا بنتي؟ عديت على كذا حد من اللي بيبيعوا الجرايد والمجلات في الشارع، سالتهم على المجله قال لي ما تباعش الا قليل. على فكره ممكن المردود يبقى من عدد التاني، مش شرط العدد الاولاني يعمل بوم يعني. بس حسام مش هيتباع لنا عدد تاني حتى لو ما تباعش. نتباع احنا على حسابنا وهو يوزع. طب ما هو توزيع تكلفه برضو يا هايدي. ممكن ننزلها على الانترنت اصلا ونعمل دعايه بالميعاد اللي هتنزل فيه. فكره مش بطاله. ده بلان بي يعني اللي انا فكرت فيه. حلو قوي الفكره دي. يا جماعه انتوا ليه بتسبقوا الاحداث؟ احنا لسه ما كملناش يومين، نصبر شويه. بصي احنا لازم هنعمل اللي احنا عايزينه، يعني هنعمل اللي احنا عايزينه. انا مش عايزه نحس ان احنا ناقصين ولا فاشلين خالص. بجد يا انجل عاجبني اصرارك ده بجد. لا ما احنا لازم نقول كلمه بجد تفوق الناس من اللي هم فيه. لازم. يا ريت. ربنا يسهل. حلوة قوي. لا من تحت مش ظريف. ليه بس؟ انا مش عاجبني خالص. ليه؟ مش حلو، مكلكع كده. اه بجد بحب الفساتين تبقى بسيطه. ده حلو. اه ده حلو جدا. لا فعلا هو حلو جدا. ادخل بيه الكنيسه ازاي؟ ده يا بنتي عريان جدا انت وهي. حطي شال في الكنيسه وشيليه في الريسبشن، ناس كتير بتعمل كده. يا ستي مش لازم يعجبك، انا بقول لك ذوقي. لا هو انا ممكن اعمل اللي بتقولي عليه. لا بس حرام حرام، هضيع شكل الفستان. لا اشوف واحد تاني انا. هو الفستان على مين؟ على العريس. بجد؟ عندكم على العريس؟ ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ هي دي كمان فيها عندنا وعندكم؟ دي حاجة في الأعراف والتقاليد. عندك حق يا صوب، بس احنا كعيلة بنعمل كده، مش كل مسيحيين طبعا يعني. في الآخر هي أعراف، الناس بتقعد تحطها علشان تأزم المواضيع ويتخانقوا. ليه بس؟ تالي عندنا زي عندكم، العروسة اللي بتجيب أوضة النوم مش كده؟ لا مفيش حاجة تقول كده. بدل مفيش حاجة بتقول كده بقى، ممكن جدا ما تحصلش لو في حب بجد. صح. هو أنت بتحبيه؟ ماشي علشان اريحكم واجيب لكم الاخر عشان الفضول اللي بينط من عينيكم. انا اتعودت على العماد، يعني انا ليا وجهه نظر في الموضوع. الحب يجي بعد الجواز احسن، بدل ما نفضل نحب بعض قبل الجواز وبعدين نخبط في بعض، مش هتبقى حلوه يعني. يا خوفي يا بدران، لا تيجي تروحي للحب تلاقيه زهق وطفش منك. وخصوصا ان عندكم الجواز ابدي لغايه الموت، يعني اللي بتعمليه في عماد دلوقتي هيطلعوا عليكي بعد الجواز. بصي يا حبيبتي، الست في ايديها مفاتيح كتير جدا، يعني مثلا اولا تقدري تنكدي عليه عيشته، ثانيا اتحول الى الاخت هديل وانا انام في اوضه النوم وهو ينام على الكنبه بره، ولو الموضوع تطور بقى وخرج من ايدي تماما اضربه. والله يا عمال انت ليه تخاف منك؟ ما يتخافش عليكي خالص. بص عليكي، ده انا غلبانه يا لولو. اوي المهم انا حجزت القاعه النهارده ودفعت الفلوس. ايه ده مبروك. ميرسي يا روحي. دفعتي كام؟ 2000 جنيه. ايه ده كتير قوي على فكره. ما احنا عندنا كده في جوامع في كتب الكتاب غاليه جدا. ايوه بس ده مش صح. بس بتهيألي كمان زي ما في كنايس رخيصه في كمان جوامع رخيصه ولا ايه؟ هو كمان في بيوت ربنا بيفرقوا بين الغني والفقير؟ اه في الموت كمان. تعالي النهارده حاولي تحجزي قاعه العزاء كده في اي كنيسه، ممكن تلاقيها اغلى من قاعه الفرح. صح، واحنا عندنا برضو تدفعي 7000 جنيه عشان تعملي عزاء في جامع. طب انا هقول لكم حاجه، احنا كان عندنا عزاء كده في كنيسه من فتره يعني،
رحت حسيت ان انا داخله فرح بجد، مش داخله قاعه يعني فيها عزا، الناس تقريبا لابسه سواريه والاكل جاي من فيرمنت. بس اجمل حاجه عجبتني في الليله دي كلها القاعه، كانت تجنن. مش مهم العزا طبعا، المهم القاعه طبعا. والله العظيم حرام، بدل المصاريف دي كلها يتبرعوا بيها لكنيسه او لجامع ويتصدقوا بيها على روح الميت. حلو قوي ماشي. بالنسبه بقى للحوار اللي اتقلب ديني اشتراكي سياسي ده، ايه علاقته بفستان فرحي؟ الناس تقولوا لي روحي فستان فرح امك الفرح. انت بتقولي فيها؟ لعلمك بقى ان شاء الله لما اتجوز انا ناويه البس فستان فرح امي. يلا. هو لسه ما حصلوش حاجه؟ لا لسه. واو. لا يا كبير، لا انت مختلف تماما. انت يا ماما عبال ما تيجي تتجوزي هيكون فستان فرح امك ده كليته العته، لو ما كانش كليتك انت اصلا. عته قله الادب. بجد سافله. انت اللي سافله. هبه قومي اعملي فيها اللي عماد نفسه يعمل فيها. اوكي. هو قال لي نفسه يعمله عماد. هو في ايه؟ كليته الادب. انتوا سافله انتوا الاثنين. حتى انت يا ماما. انا اصلا الو. ايوه انت فين؟ انا في البيت. جوزك عامل ايه؟ كويس. محسن عندك؟ يا هديل، محسن اتغير خالص، بقى كويس قوي معايا، ما بقاش بيخرج مع سيف لانه بقى عنده شغل. فلو جوزك بيقول لك انه بينزل مع محسن ما تصدقيش يا هديل. جوزك اتجوز عليك يا عرفي. ايه؟ انت متاكده؟ ايوه متاكده. سيف لسه قايل لي. نهار اسود. اهدي شويه هيحصل لك حاجه. يا هديل انا هقفل دلوقتي واكلمك بعدين. برنامج جوله لسه؟ لسه يا حبيبي، بس يلا باي باي. هيبتدي كده من غير ما نشوف بدايته. سلامة الناظر يا حاج. ايه ده يا اختي؟ معلقتين وشوكتين، انت وليه مش كلتي؟ اكلت، بس المعلقتين والشوكتين دول ليك انت. ليه انا؟ الشوكة اللي على الشمال دي عشان اتدزلت. نعم يا اختي. اتدزلت. الايه؟ ما زلت؟ اتدزلت يا حاج، اتدزلت. دزلت بقى كم ده ولا ايه؟ لا يا حاج، اتدزلت ده يعني الحلو. والشوكه دي بقى علشان السلطه واللحمه، والمعلقه دي. يا وليه انت اتهبلتي يا وليه؟ انت اتهبلتي؟ هو كتر غسيل مواعين الخدمين كده بقوا ببلاش؟ ما انا قلت كده والله يا حاج. طب والله ما انا طافح مش طافح. في ايه يا حاج؟ مالك يا اختي؟ ما انت لو تصبر شويه الصب على النار وهيجيبهولك حالا. صب الوليه بتعمل ايه؟ مالك يا ولية؟ في ايه؟ الصبع على النار. مالك انت؟ مش انت؟ ها؟ التشيكت يا حاج، التشيكت. ايه يا اختي؟ التشيكت. عندك كحة؟ هيقول بقى اي كلام ومش عايز يتعلم. عايز اكل بايديه والطبله. ولية اتجننت، ولية اتجننت وبتكلم نفسها. ودي اللي اجيب عليها التانية. يا ولية. مش عايز. خلاص. ايه؟ خلاص. بقول لك ايه؟ اكسكيوز مي، انا قايمه رايحه اشوف الصوب. كل صوب وانت طيبه. النهارده الحقيقه كنت محتاره اتكلم معاكم في ايه، لان عندي كذا موضوع عايز اتكلم فيه. بس في اخت فاضله شغاله معانا في البرنامج هنا ادتني مجله جديده وقالت لي اقرا اخر ريبورتاج فيها. الحقيقه بعد ما قريت الريبورتاج لقيت ان البنت عامله حوار مع ست بتدير شبكه دعاره، وحوار مع زبون من اللي بيروحوا الشقق دي. الو. هاي يا انجي، ازيك؟ مين؟ انا حسام طاهر. بقول لك ايه، افتحي قناه النهارده دلوقتي حالا، حمزه بسيوني بيتكلم عنك. ايه؟ انا مش هقول لكم الروبورتاج فيه ايه، انتوا ممكن تجيبوا المجله وتقروها. بس البنت الصحفيه دي هي اسمها انجي.
كاتبه بعد الروبورتاج وجهه نظر لازم اقف عندها، لانها خلتني افكر في موضوع الحقيقه. انا بشكر فاطمه جدا كصحفيه شاطره قوي. انجي يا استاذ حمزه مش فاطمه، انجي. فاطمه مين؟ انجي، عفوا اسمها انجي. المهم راجل وست زنوا، الست تتمسك وتعمل لها قضيه والراجل لا. طب ما الاثنين قدام ربنا زنوا، يعني الاثنين غلطوا، بس في المجتمع والقوانين الوضعيه بتبرأ الراجل وتدين الست، لكن في شرع ربنا الاثنين غلطوا. بل بالعكس، ده ممكن جدا يكون عقاب الراجل عند ربنا اكتر، خصوصا لو متزوج، لان الراجل المتزوج لما بيزني عقابه اكبر من اللي مش متزوج. مش معنى كده بس عشان الناس اللي عقولها ضيقه ان اللي مش متزوج لما يزني ما بقاش عقابه عند ربنا انه زنى وانه عمل كبيره من الكبائر. انا بقول عقاب التاني اعظم، عشان الناس تبقى فهماني. طبعا انا دلوقتي في نظر الناس اللي بتطالب بتطبيق الشريعه بطل. يا سلام عليك يا حمزه استاذ. ايوه كده، لازم الشريعه تطبق علشان المجتمع يبقى كويس. احب اقول للشخص اللي بيقول كده والنبي تتنيل، واسمع بقى الكلمتين دول عشان تفهم قصدي كويس. يا نهار اسود، الراجل ده مصر انه يتحبس ولو انه بيتكلم صح. والله الشريعة اللي حضرتك بتطالب بيها انها تطبق في الدولة وفي القوانين، يا اخي طبقها على نفسك الاول. شريعة ربنا في قلوبنا جوانا، ملهاش دعوة بالدولة، بس ليها دعوة بالعيلة، ليها دعوة ببيوتنا، بتربيتنا. سواء مسلم أو مسيحي، هو إيه الفرق في الشريعة؟ يعني الدين الإسلامي بيقولك ما تزنيش والإنجيل بيقولك إزني؟ ولا الإنجيل بيقولك ما تقتلش والقرآن بيقولك اقتل؟ الشرايع كلها واحدة، لأن اللي بيرضي ربنا واحد. أنت اتولدت مسلم، مين علمك ورباك على الأخلاق؟ شيخ أبوه جابهولك في البيت؟ طب اتولدت مسيحي، مين اللي علمك؟ قسيس مثلا ولا ابوك وامك؟ الله يبارك لك، كلام من الاخر يا استاذه. بس يا رب بس ما يعكش. كل واحد فينا مولود اهله هم المسؤولين عنه. طبعا انا بتكلم هنا عن البني ادم العادي، مش اللي ابوه متوفي او اللي مطلق امه. المهم يعني الشرع بتعلمه لابنك في البيت، اعمل ما تعملش، حرام حلال. واحب اقول لكم ان كل الاديان حتى اللي مش سماويه، يعني اللي بيعبدوا البقر، اللي بيعبدوا الجاموس، البوذيين نفسهم، ما عندهم شريعه، بس ما بيقتلوش، ما بيزنوش، ما بيكذبوش. بعكس دول بتقول انها دول اسلاميه وعندها أكبر نسبة كذب ونفاق. هديكم مثل تاني. هل العدل له دين؟ يا نهار اسود، ده هيعك في الدين. ما تعكش يا أستاذ حمزة، كنا ماشيين كويس. خليكم بس معايا، عشان ساعات في هاموش كده بيتكلم ويطلع يقول لك حاجات غريبة، زي واحد دلوقتي هيقول لك حمزة كافر، لأن الإسلام دين العدل. طبعا بهيم اللي زي ده تقول له الاسلام دين بيعدل بين الناس، بس جواب سؤالي، هل العدل له دين؟ هو لا طبعا، بدليل ان ابن تيميه قال امه عادله كافره منصوره، وامه مؤمنه ظالمه مقهوره. يعني المسلم بيعدل، واليهودي بيعدل، والمسيحي بيعدل، والكافر برضه بيعدل. أنا عايز أوصل بس
إن اللي عايز ما يزنيش ببساطة مش هيزني، واللي عايز مفيش حاجة توقفه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. مفيش بقى هنا آية إن الدولة تطبق الشرع، أنت اللي تطبق شرع الله في نفسك الأول. يعني بدل ما تطلب إنك تقفل بيوت الدعارة، ما تروحش أنت يا أخي في محلات بتبيع خمرة، ما تشتريش. يعني النسوان الإنجليز أحسن مننا؟ تخيل لما كم مرة إنجليزية يجبروا الحكومة الملكية إنها تقلل سعر بيع السمك علشان فضلوا شهر ما يشتروش سمك. يعني اللي عايز حاجة يبتدي بنفسه، واللي جنبه يعمل كده. في الآخر هتلاقي الشوية اللي نفوسهم ضعيفة ابتدوا يقلوا قوي لحد ما يخلصوا. برافو. يعني أيهما أصعب؟ إنك تقفل بيوت الدعارة في مصر وأكيد مش هتعرف أصلاً، ولا إنك ما تروحش البيوت دي وما تزنيش؟ مين الأصعب ومين الأسهل؟ فكروا. تصبحوا على خير. في نهاية الحلقة أشكر عبير جداً على المقال اللي كتبته ده. عبير مين؟ حمزة فضحتنا. اسمها إنجي. إنجي إنجي. عبير مين؟ مرة فاطمة ومرة عبير، مين دول؟ أكيد بصرة تفضل بخير طول ما فيها عقول بتفكر كويس. شباب عنده وجهة نظر. أنا متشكر جداً. السلام عليكم. بعد كده هتقولي الأستاذة آية. اخرسي. حاضر. اطلعي استنيني في اوضتي انت وفتحي عايزكم. حاضر يا حمزه. يلا يا جماعه. الو. طبعا كده انا اقدر اقول ان مفيش اسبوع يخليني احكم على نجاح البلد. مبروك، انتوا كده لازم تكملوا. اكيد، الله يبارك فيك. ده غير بقى ان الراجل شهرك انت بالذات. ايوه. مالك؟ لا مبسوطه بس. على العموم انا اكيد هكلمك بكره، اعرف بس المجله وضعها ايه، اكيد البيع هيفرق. اوكي. مبروك يا انجي. الله يبارك فيك، ميرسي قوي. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب أنت الكريم، أنت الرحيم. يا رب اغفر ذنوبنا، وعصيناك كثيرا، ولكن يا ربنا لنا فيك رجاء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وتتقبلنا عندك يا رب مع من غفرت لهم. يا رب لا إله إلا أنت سبحانك القادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك العفو والرضا. يا رب اللهم إنك أنت الواحد الأحد قادر على كل شيء. يا رب فاعف عنا واغفر لنا. يا الله ارزقنا يا رب، ووسع لنا أرزاقنا. يا رب أنا وهدي نفسي نفتكر، وأنت القادر على كل شيء يا كريم. ارزقنا يا الله واعف عنا واغفر لنا. سبحانك أنت الرحيم. ألو. لسه نايمة يا هانم والدنيا مقلوبة؟ ايه في ايه؟ الكلام اللي قاله حمزة البسيوني على المجلة. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح. يا بنتي الفيسبوك مقلوب بريبورتاج وبالمجلة واليوتيوب كمان. ده العيال على الفيسبوك عاملين نكت باسمك علشان اللخبطة اللي عملها حمزة في اسمك، ومسمينك عبير وفاطمة وانجي. المهم احنا كده شكلنا نجحنا بجد. الحمد لله. بقولك ايه؟ فوقي كده وانا هجيب البنات وجاية دلوقتي. لازم نبتدي شغل بسرعة على العدد التاني. طيب يا. أنا جعانة، ما تاكليش الأكل كله. أوكي. يلا باي.
يا ابني نزل الكمام. حكا انقذ. بقول لك ايه؟ انت فايقه مرارتي. اتعدل بليز اتعدل. يا ماما ابوس ايدك. ايه؟ خلاص اسمعي منه هيقول ايه؟ ايه؟ حجة ارجوكي بليز سيرفو بلي عشان خاطري. كلامك بيعصبني. تمام؟ يا ريت ما تتكلميش، تمام؟ ماما دي تالت مرة تعيديها. اوفر. كان يوم اسود يوم ما قبلت اتعلم التيكيت بتاعكم ده. اتيكيت يا ماما اتيكيت. انا كعبي فقفقت يا جعفر. ها؟ حاجة بليز يلا 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 العيد تاني يلا اجين اجين. لا ما تحطوش كده بعيد خليه قريب يا ابني ده غالي قوي لا يتسرق. حد يخش كده ولا كده ياخده ويخرج. نو 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 انا تعبت يا حاجة. انا سعدت حق. بقول لك ايه؟ انت فاقع مرارتي من الصبح. انت عارف البلطو ده غني قد ايه عندي؟ ده الحاج جابه لما كان بيسافر الهند والسند وجابهولي ومن ساعتها وهو عندي بقاله 35 سنه. يعرف يعني ايه؟ مش البتاع ايه ده؟ ايه المفارش اللي انت لابسها؟ ومالك محرزق نفسك كده ليه؟ ما تاخدها يا اخويا وتتحزم ووريني. يا ساتر ايه في ايه ده؟ الله هات البلطو هات البلطو. اوعي كده مفيش امر خلاص يا فندم. ما تقلقش انا مظبط معاهم على كل حاجه. اي بند مش عاجبنا هنشيله. انا هروح الشركه على طول اجهز الورق واجي لك. لا جاي ما تقلقش من حاجه. هقوم بقى اتلحلح كده اتلحلح شوف لك حته تقعد فيها. يا اخي حرام عليك يا اخي وسخت الارض. انت ايه مفيش دم؟ انت في ايه؟ ما بتشوفش داخل بالجزمه؟ ماشي يا فندم ماشي. لا لا مفيش حاجه دي اللي شغاله بتزعل ابنها. ما انا الشغاله اللي جابتها لك امك. ليك حق تقول له كده. انا الشغاله اللي جابتها لك امك. ماشي يا فندم مع السلامه مع السلامه. انت ايه رغي 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 ايه ما بتهمديش؟ مش قادره تستحملي دقيقه تليفون شغل. جيت يا وزفت ايه يا اخي وسخت الارض ودخلي بالجزمه. انت ما عندكش دم. ما تولع الارض على اللي بيعملها. ما تولع انت يا اخي. انت في ايه؟ هتعلمني اتكلم ازاي؟ يا امال اعلمك تتكلمي ازاي عشان زهقت منك ومن طريقتك. انت مش غير على الشغل؟ يلا غور يلا غور. هغور ده انت عشتك تقصر العمر. ربنا ياخدك يا اخي ربنا ياخدك ويريحني منك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا يا ابني. حجه بليز بليز اولا حضرتك ما ينفعش ترد عليا علشان انا بكلم الشخص اللي جنبك. ثانيا حضرتك لو حبيت تردي ممكن تقولي صباح الخير. ماما مفيش اهلا يا ابني صباح الخير وبس. أجل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ماما ما انا لا مش هرد ما مش شايفاه. حضرتك تحبي تطلبي حاجه؟ اورنج جوس لو سمحت. وحضرتك؟ انا يس. ما انت طلبتي ايه؟ عصير برتقال. يا عزوز حجة بليز ما هو يا اما اسمه عصير برتقال يا اما اسمه اورانج جويس. خلاص اسالني تاني. ها حضرتك تحبي تطلبي حاجه؟ انا عايزه عصير ليموناتا. ها اظن كده كويس. بليز ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ ده انا طالباه غصب عني. انا نفسي اصلا في عصير قصب. قصب؟ زعزيع شبهك كده. شوفي برق لي بعين الدبان ازاي. حاجة ما شفتش القصب. بليز حاجة انت ما عندكش ولاد. يا اخويا زي القمر اهي. اسكتي بقى يا اختي ده خلاص يعني اهدى. لو ابوك عرف. الو الو استاذ هبه. انا ايهاب. ايهاب؟ انا ايهاب جوز علياء. اهلا وسهلا. انا اتصلت عشان اقولك ان انا اسف. معلش. اسف على ايه؟ يعني اسف على الطريقه اللي انا اتعاملت معاكي بيها. معلش اعذريني انا اعصابي تعبانه الايام دي. لا انا مقدره شعورك خلاص مش زعلانه ولا حاجه. طيب يعني لو ينفع تيجي تشرفيني هنا في المحل ناخد فنجان قهوه مع بعض.
اه طبعا، بس انت فتحت المحل خلاص؟ اه الحمد لله فتحته بقالي يومين. طب اوكي خلاص يا ايهاب اتفقنا. حاجة والله 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 ما هينفع، اعمل ايه يا ربي؟ اشق هدومي؟ ها؟ فيه راجل معلم تتكيك يقول هشق هدومي؟ معلم؟ اه هو انت الطول تبقى معلم يا واد؟ واد؟ اه انت كتيرك صبي في مصمت. مفيش مشكلة أنا مش زعلانة. ماشي شكرا يا أستاذة. سلام. واتس ذا مينيو في مصمت؟ مصمت بتاع الكوارع والكرشة والفشة والممبار. يا يا اختي عليه واللي انت لابسه ده؟ اهدى الخنقه اللي انت فيها، ما طبعا مش طايق لانك مخنق نفسك، فك الخنقه دي. وايه اللون اللي انت لابسه ده؟ تعال عندنا في الدولاب مليان طرح، حتى الاصفر مش لايق عليه. اصفر؟ اه اهو الاصفر اهو، امال ده ايه؟ انت شايفاني يا حاجه؟ كفايه عليك العدس اللي مدلوع على دماغيني. انا مدلوع عليا عدس؟ طب حسب 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 ابو قصه. يلا يا ابو قصه. قصة؟ اه قصة، وبتعمل شفوار حتى في شعرك اهو، وجل اه جل. هبة؟ ايوه. ايه هتجري هبة؟ هبة ايه خايف يعني؟ شوف يا اختي بيتحمي في النسوان. يا ماما حرام عليكي بقى يا اختي، مالك بتبصيلي كده ليه؟ عجباك؟ نو انت الطول يا اختي كالكوبة. ايه الكوبة دي؟ كوبة يعني بإيديا الاتنين كده، روح كبة في وشك كده لا تحسد. احسد؟ اه تحسدني طبعا. احسدك انت يا ماما؟ اه تحسدني. يا سلام، شوف الحاج بيقول لي ايه، اتعلم منه، جاتك ضربة. ربنا يكون في عون الحاج. يا اختي ما تيجي تشوف ده بيعمل معايا ايه؟ انت سايباني عليه كده ليه؟ ولا سايباها عليا كده ليه؟ يا باي. ايوه روح لا انت بتنزل. ها يا علمان، يا مالك يا ريس على الكرسي؟ ها خلاص خلاص، لسه ناقص كام شنطه وخلاص. ما عاد انا لسه، انا اللي لسه ما نزلتش. ماما انت ليه بتعملي كده معايا؟ انت وافقتي تسيبي الشقه، وبعدين الشقه ما تقعدش تبرر. انا اللي قلت لك امشي علشان جوزتك ما تبصش، بس الانانيه اللي فيك مخليك حتى مش عايز ينمع على ايام اللي اشتاق بيتي. ايه يا اخي؟ خلاص خلاص طيب، عشان خاطري. وبعدين انا هاجي اقعد عندك لغايه ما الشقه تخلص. لما تتجوز وتخلف هتعرف انه في حاجات كتيره تعملها وانت مش راضي عنها عشان خاطر عيالك. المهم عيالك. ربنا يخليك ليا. معناتها الكام شنطة دي هتطلعلي كده؟ كفاية عياط بقى.